نرصد المخالفات وننبه عليها ونحاسب ايضا. يا اخي هاي ما يصير تقود العجله، هاي لها تبعات قانونيه عليك. الغايه العلميه من اللوحه شنو؟ معرفه هويه المركبه. اخوان هذه العلامه المروريه معناها ممنوع الوقوف والتوقف. كل انسان ثالث يعرض نفسه للمساءله القانونيه. تعليقك ونصيحتك لنفسك اولا والى سائقي المركبات ثانيه. والله الالتزام للامان. انت مخالف. ثلاث مخالفات، الحزام الامان وايضا عدم حمل اجازه سائق المركبه. ضرب السياره من ورا ما انتبه على الاشاره، دفع السياره خلنا نضربه ابو الاكسل. خالف لو لا؟ انا؟ ايه؟ لا ما مخالف. الاعتراف بالخطا فضيله مثلا تقول؟ يعني هاي الحالة صارت قدامنا سهلة. نعم. هيجي حالة أنا بدي أشتغل تاكسي. نعم. غايتنا هو تسهيل أمره، لكن نريد ننبه على معلومة وننبه إخواننا سائقي المركبات.